تحاول الميليشيات الأجنبية وقوات النظام بسط سيطرتها على تل فرزات الاستراتيجي من خلال محاولات التقدم والاقتحام من ثلاثة محاور. كتائب الثوار تحدثت عن عمليات عسكرية للميليشيات الأجنبية كانت الأعنف خلال السنوات الماضية. للمزيد معنا المتحدث الرسمي باسم هيئة أركان جيش الإسلام حمزة بيرقدار. بداية حكينا عن محاولات النظام الأخيرة التقدم على تل فرزات الاستراتيجي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. مؤخرا حاولت قوات الأسد والميليشيات الداعمة لها في الغوطة الشرقية لاقتحام هذه البلاد من عدة محاور، سواء المحور الشمالي للغوطة الشرقية والمحور الشرقي، إضافة إلى هذا المحور الذي نحن فيه، محور تل فرزات. طبعا هذه المحاولات كلها باءت بالفشل، لم تحقق أي تقدم، ونحن كنا بموقف الدفاع عن النفس طبعا في هذه المرحلة، ومنيت هذه القوات بخسائر بشرية واعتاد أيضا كبيرين. على هذه الجبهة حاولت عدة مرات اقتحام هذه الجبهة بهدف السيطرة على تل فرزات الذي يعني يعتبر ذات موقع استراتيجي هام في الغوطة الشرقية، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بفضل الله عز وجل ولن تحقق تقدم. ما أهمية هذا التل؟ طبعا هذا التل هو يعتبر متوسط الغوطة الشرقية، وبالتالي يعني يطل على أغلب بلدات الغوطة الشرقية من كافة الاتجاهات، وبالتالي السيطرة على هذا التل يعتبر شل لحركة كافة هذه البلدات، فضلا عن النزوح والتقصير، عفوا عن التهجير القصري الداخلي الذي سوف يحصل عقب هذا التل. لكن بفضل ثبات المقاتلين وتصديهم لكافة المحاولات التي تقوم بها قوات الأسد وميليشياتها، لم تحقق أي تقدم ولم تسيطر على هذا التل. ما هي أهم المحاور التي حاولت الميليشيات الأجنبية وقوات النظام التقدم منها إلى تل فرزات؟ طبعا حصلت عدة محاولات، سواء من المحور الشمالي، عفوا المحور الجنوبي لتل فرزات، والمحور الشرقي لهذا التل أيضا، مصطحبة المدرعات. طبعا كل محاولة اقتحام يكون هناك تمهيد مدفعي وصاروخي وتمشيط في المضادات الأرضية، لكن هذه المحاولات تصدى لها المجاهدون ومنيوا بخسائر بشرية، فضلا عن تدمير بعض التحصينات التي كانوا يتحصنون بها أثناء محاولتهم من الاقتحام على مدار الأيام القليلة الماضية. بالتزامن مع محاولات الميليشيات الأجنبية وقوات النظام التقدم إلى تل فرزات الاستراتيجي، تقوم ميليشيات أجنبية أخرى بمحاولة التقدم إلى منطقة النشابية، بالتزامن مع استهداف المنطقة بمئات القذائف والصواريخ. هذه القذائف أدت إلى نزوح عشرات العائلات إلى مناطق مجاورة أكثر أمناً. يمان السيد، أورينت نيوز، ريف دمشق.